وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ميثاق بينك وبين الله، يجب عليك أن تكون وفيا به، يجب أن تكون وفي، وهو العمل بالمقتضيات وتطبيق الأوامر والمنهيات، تطبيق بحيث تأتي الأوامر وتقف عند النواهي، هذا معنى ميثاق لا إله إلا الله. ولا ما يكون المرء صادقا إذا قال لا إله إلا الله ثم ضيعها بالآثام، كما يقول الشيخ أظن هو الشيخ أبو عمار عبد الكافي أو يعقوب الورجاني، يقول حلوا عرى الإسلام وأبطلوا فائدة الحلال والحرام وأرضوا الله بقول لا إله إلا الله ولو لطخوها بالآثام. فمن باين قوله عمله فهو كاذب، صحيح فهو كاذب. تسمع تقرأ في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بعدين إيش قال؟ إيش قال؟ أولئك الذين صدقوا. إلا صدق، هذا اللي صدقوا، ما قال فقط آمنوا بالله ورسوله، قال آمنوا وأتوا بهذه الأشياء كلها، عند ذلك شهد الله لهم بالصدق، أولئك الذين صدقوا. إبراهيم عليه السلام متى قال الله له قد صدقت؟ متى قال له؟ متى قال الله لإبراهيم قد صدقت الرؤيا؟ متى صدق؟ متى قال هذا؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت. هما كانوا مصدق قبل، كانوا مصدق أول ما رأى الرؤيا وقام من منامه كان مصدقا وقن القلب، لكن لم يشهد له الله بالصدق إلا لما طبق، لما عمل. فالتصديق هو التطبيق، فالصدق مع الله أن تطبق تصديقك لما صدقت به من قوله وقول رسوله، الامتثال يعني، التصديق امتثال.